ولمزيد من النقاش والحديث عن اتهام الأمم المتحدة بأن الهجوم على شركة أرامكو النفطية في السعودية جرى بصواريخ إيرانية، ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الأكاديمية السعودية الدكتور عبد الحفيظ المحبوب. دكتور، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. دكتور، تقرير الأمم المتحدة أثبت من خلال تحليل بقايا الصواريخ المستخدمة مهاجمة المنشآت النفطية السعودية بأنها إيرانية، ما الذي سيترتب على هذا الاتهام الأممي الصريح على إيران؟ أنا أعتقد تقرير الأمم المتحدة حسم الجدل. حقيقة هناك يعني ضغوط متزامنة على إيران من وكالة الطاقة الدولية، تقرير الأمم المتحدة، وكالة الطيران، مركز دراسات الجمهوريين في الكونغرس، الحوار الاستراتيجي ما بين واشنطن والعراق. يعني هناك عدد من الضغوط المتزامنة الحقيقة على إيران. يعني الحقيقة تستثمر الولايات المتحدة بعد قتل سليماني والمهندس، يعني الحقيقة تسعى أمريكا إلى تحييد نفوذ الميليشيات، تقييد تحركاتها في العراق والمنطقة. ولذلك يعني أعتقد بعد ضرب منشآت الجيج وخريص يعني في 2019، يعني كان الحرب هي الخيار الأخير حقيقة، لأنه يعني لا تود المنطقة أن تدخل في حرب شاملة. ولذلك يعني أعتقد التقرير الأخير حسم الجدل، رغم أن إيران لجأت إلى التهدئة من خلال طبعا يعني من خلال الإفراج عن الجندي الأمريكي السادس مايكل وايت الأسبوع الماضي، الذي تم احتجازه لعامين. كذلك الولايات المتحدة أفرجت عن العالم الإيراني ماجد الطاهري. وماذا تريد الولايات المتحدة؟ الحقيقة الولايات المتحدة بعدما انسحبت من الاتفاق النووي 2018 الذي تم توقيعه في 2015، تريد يعني قيود إضافية على البرنامج النووي، وتحذر طبعا من وتخد من قدرات إيران الصاروخية، فضلا عن تعديل سلوكها الإقليمي الذي ترفضه إيران. يعني إيران تريد أن تبقي على جزء من سلوكها ونفوذها في المنطقة. أعتقد أن الظروف الحالية، ظروف كورونا وظروف العقوبات الاقتصادية الشديدة جدا على إيران، أعتقد يعني جعل يد إيران مكبلة. لكن نلاحظ آخر مرة حينما يعني قائد فيلق قدس دخل العراق بتأشيرة، وهذه لأول مرة تحدث في تاريخ إيران يعني في تعامله مع العراق. ربما يجري السؤال هنا، هل هذه الإجراءات كافية أم لا؟ هذا هو السؤال، هل هذه الإجراءات ستردع إيران عن دعم الميليشيات في اليمن وفي العراق وغيرها من أجل تهديد السعودية وغيرها من الدول؟ هذا هو السؤال المطروح الآن. هو صحيح، لا يعني أنا أعتقد يعني أنت حينما يعني الحرب الشاملة غير ممكن وغير ولكن أنت تجدد يعني هذه الميليشيات من التمويل، تجددها من الحصول على الأسلحة. حينما يتم تجريد هذه الميليشيات من كافة القدرات ستنهار هذه الميليشيات أيا كانت هذه الميليشيات. الآن مركز دراسات الجمهوريين في الكونغرس لن يعني يوصي 13 يعني نائبا يوصي بوضع الميليشيات في العراق وحزب الله والحوثيين على قائمة الإرهاب. أنا أعتقد هذه يعني التحركات يعني طيب دكتور، يعني من ناحية أخرى دكتور، كيف برأيكم يمكن للسعودية استثمار وتوظيف هذا الاتهام الدولي لإيران في إدانتها سياسيا وقانونيا، وبالتالي الحصول على تعويضات مالية على سبيل المثال؟ يعني الحقيقة هي ليس الحدث
الحصول على تعويضات ماليه بقدر يعني رد ايران، وقف ايران ووقف نفوذها بشكل خاص في اليمن. يعني الحقيقه الان انت كما قرات في النشره الاخباريه انه لا يزال اليوم هناك صاروخ ارسل على استهدف نجران، فمعنى ذلك ان يعني ايران لا زالت مرتبكه ولا زالت يعني لديها يعني عضلات. ماذا عن الاستثمار السعودي لهذه التقارير دكتور؟ نعم، ماذا عن الاستثمار السعودي؟ هل يمكن للسعودية وللخارجية السعودية أن تستثمر هذا التقرير في مزيد من إدانة وتكبيل يد إيران؟ أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية وأمريكا يعني لديهم حال مشترك واستراتيجيات موحدة في مواجهة النفوذ الإيراني. يعني لا شك المملكة العربية السعودية ستكون المستفيدة الكبير جدا من هذا التقرير في لجم يعني ميليشيات بشكل خاص ميليشيات الحوثي، ان المملكه العربيه السعوديه اكبر تضرر يعني تعاني منه وهو الميليشيات الحوثيه، وهي تود ان يتحول اليمن يعني من مرحله الحرب الى مرحله الحل السياسي. نعم، على ذكر اليمن دكتور، على ذكر اليمن، هل يمكن ان نرى تحقيقات امميه مماثله ضد ممارسات ايران في الدول التي تتدخل فيها وتدعم الميليشيات الطائفيه الارهابيه فيها مثل العراق وسوريا واليمن؟ بشكل يعني قوي وكبير، انا اعتقد بعد قتل قاسم سليماني والمهندس هي مرحله توحي بان هذا مستقبل الميليشيات اي للزوال. يعني بشكل طبعا لاحظ حزب الله وضعه على لائحه الارهاب، ايضا الان بقيه الميليشيات هادي العامري يعني زعيم فتح، يعني كثير من الان يعني الحقيقه الميليشيات في العراق وهي كثيره جدا، كلها يعني معظمها واغلبها التي بما فيها ميليشيات الفجر ستوضع على قائمة الإرهاب، وإذا وضعت على قائمة الإرهاب سيتم طبعا محاصرتها من حيث وصول الأسلحة إليها، من حيث التمويل، من حيث يعني مطاردة قادة هذه الميليشيات. يعني يتم حقيقة هذه الإجراءات سيتم تفكيك هذه الميليشيات ومن ثم إضعافها وتتجه نحو الانهيار، او من اجل رضوخها بالجلوس الى طاوله المفاوضات وبشكل خاص. نعم. الحوثي. نعم، تمام، اشكرك جزيلا من مكه المكرمه الاكاديمي السعودي الدكتور عبد الحفيظ المحبوب، شكرا لك.